مشاكل الشعر والبشرة كثير من المواضيع حنطرحها بحلقتنا لهذا اليوم، خليك متابعة. مشاكل البشرة والشعر ما إلها نهاية، بس أكيد إلها حل. تابعوا حلقتنا للنهاية راح تشوفون كل الحلول ويانا. حلقة جديدة ومنوعة أكيد تلقوها ببرنامج نفانيف. يا مساء الجمال والمحبة على كل مشاهدينا وين ما كنتوا تشاهدونا، حياكم الله برحلة جديدة مسائية، ويتجدد لقائنا وياكم مرة أخرى بكل حب وطاقة إيجابية. لكن قبل ما أبلش برنامج نفانيف أكيد ما أنسى جميلات نفانيف، مساءكم خير وبركة. طبعاً اليوم الألوان تجنن. شكراً. أطلالاتكم مميزة. طبعاً أكثر شيء حبيته مثلاً هسه استبرق معتمد الفستان يجنن عليك حبيبي، ويا أطلالة الشعر بس ديله اليوم بحثاً آخر. يوم كجول كلش لطيف وسمائي كلش. بعد ما نتمنى مساء خير وبركة للمشاهدين، طبعا أتمنى لكم أنتم هم مساء كل سعادة وأفراح ما شاء الله. تعرفون ليش؟ لأنه أحسكم جايين من مناسبة لابسيلي فساتين، وبس أنا لابسة اليوم الزي الرسمي أو التنسيقة الرسمية بسيطة الأوتفيت لليوم، والميك اب يا سمارة والميك اب تشوفوا مشاهدينا ما حد قايل لي. طبعا أنا إجيت للحلقة فجأة عن جو ما تدري ما تدري مرتين نسوي مثلنا. أنا ما كان عندي وقت بس أوي جيتكم هي جب كفشتي. بس شنو أطلالاتكم تجنن وكلش ليدي وكلش عصرية والألوان لا الألوان صح. مثل سمارة معتمد اللون الفاتح بس المكياج على سموكي جوزيات. نعم. هم كلش حلو خاصة الجليتر الزيتوني كلش حلو. أنا حبيت الألوان اللي دامجتها اتفاق عينك يا استبرق. شوفوا لي صح شوي مثل على سماوي وزراق على زراق، إنه إذا واحد ما يركز بيه عباله بنفسجي، بس صح بالتركيز يجنن صاير اللون. فعلاً الألوان وتدرجها جميل جداً. طبعاً بكل حلقة إحنا نتحدث عن الألوان اللي دارجة والقصات والأصباغ اللي درجت. مثل ما تشوفون أنا على طول أواكب الموضة. اليوم أنا قصة شعري من القصات اللي درجت بالفترة الأخيرة اللي هي عندنا ستيبس القصير. أكيد. واللون الفاتح رجعته. الله أعلم بالحلقة الجاية شنو حيكون. ما نعرف شو راح نشدده. خلونا ناخذ فاصل. يلا. إذا مشاهدينا راجعينكم بعد فاصل. رجعنا وياكم من بعد الفاصل، وأكيد مثل ما حكينا وإحنا أصلاً مهتمين بكياج وإطلالاتنا لازم شعرنا ومكياجنا يكمل نظارة البشرة. يعني جمالنا مو بس يعتمد على الميك اب، لازم احنا نعتني ببشرتنا. أكيد. يمكن احنا نشوف مرات بشرتنا تعبانه حتى الميك اب من نخليه ما حيطلع حلو، صح تحسين انه اكو شيء بي غلط، تحسين فلازم تعبان بالضبط. لازم احنا البشره نعتني بيها بطريقه صحيحه حتى اي شيء. يمكن مرات حتى اذا بشرتنا حلوه تحضن نقدر نطلع بكل طاقه ايجابيه وانه احنا مرتاحين اذا بشرتنا حتى حلوه حتى نستغني عن الميك اب. بالضبط. فعلا يا صبايا ويا مشاهدينا انه البشره جدا ضروريه احنا نخلي روتين معين لها بفصل الشتاء. وكل بشره قبل ما نخلي لها الروتين نعرف شنو نوعها حتى ما نسبب لنا اثار جانبيه من حيث التصبغات والحبوب اللي ما تتعالج وممكن تتعالج لكن تاخذ وقت. وكثير من الاسئله والتفاصيل اللي تخص حول هذا الموضوع، لهذا اليوم حتنورنا الضيفه واكيد نستفاد من خبرتها وتزودنا بالمعلومات اللازمه لهذا الموضوع اللي هي البشره سلبياتها وإيجابياتها وكيف نعتني بها مع الدكتورة فريال فؤاد. لكن بعد الفاصل. ويسعد مساكم من جديد مشاهدينا الأحبة، أكيد مكملين باقي فقرات وتفاصيل حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا إلى محور حلقتنا اليوم، موضوعنا بنات جدا شيق. أكيد. ومهم ومفيد لكل البنات، سلبيات وإيجابيات العناية عافية البشرة ما تخلص مشاكلها. لهذا السبب تحرص الكثير من النساء والفتيات على شراء المنتجات العناية بالبشرة، وين ما يشوفون المنتجات يشتروها. لكن بعض هذه المنتجات ما يشوفون عليها نتائج تكون فعالة، لهذا السبب ترجع عندنا الظهور والبثور والتصبغات بعد فترة معينة. كثير من هذه التفاصيل والمواضيع حول هذا الموضوع تنضم ويانا الضيفة دكتورة فريال فؤاد.
حياك الله. أنا وسهلا حبيبتي. أنا وردتي. الحمد لله. شكرا نوركم. شكرا حبيبتي. يسعد مسائك بداية. طبعا صيدلانية ودكتورة. دكتورة صيدلانية. اليوم صيدلان. أي اليوم احنا راح هواية نسألك أسئلة تخص هذا الموضوع. تدللون. أنا حاضرة. ناخذ الخبرة مالتك بهذا الموضوع. إن شاء الله. بداية حدثينا عن مشاكل البشرة وأبرز أنواعها. أول شيء لازم أعرف أني نوع بشرتي. نعم. عندنا نقدر نقول 5 أنواع للبشرة. نعم. البشرة العادية، البشرة الدهنية، البشرة الجافة، البشرة المختلطة، والبشرة الحساسة. هاي أنواع البشرة. نعم. بالنسبة لمشاكل البشرة طبعاً هواية. كل نوع هو مختص، وكل نوع أنا عندي يعني أصعب نوع للبشرة هي البشرة الدهنية. طيب طيب عندنا بفصل الصيف هل هناك عناية خاصة بالبشرة لكل نوع بشرة؟ طبعا أكيد يعني عندنا احنا روتين لازم كل البنات يعرفوه. يعني البشرة العادية هي اللي يعني تعتبر أسهل أنواع البشرة، يعني أختار لها واقي الشمس المناسب، الترطيب المناسب، السيرم المناسب لها سواء صيف سواء شتاء. فعلا. البشرة الدهنية تختلف، يعني الغسول اللي أخذه أو الصابون اللي أخذه لازم طبعا خاص بالبشرة الدهنية. هواي بنات يسوون أغلاط إنه أنا ما أعرف نوع بشرتي، وتجي على أي غسول تشتري، على أي صابونة تشتريها، ويجون للصيدلية بالضبط راح تتفاقم عندها المشكلة. طيب دكتورة، بما أنه طرقتي لواقي الشمس، كثير من البنات يجهلون أن واقي الشمس يستخدمه فقط في فصل الصيف، وأحيانا عند الخروج يعني من تعرض الشمس. فشون تنصحيهم أنه واقي الشمس مو بس فصل لا الصيف؟ لا أو هو الشمس. هو غلط، هذا الشيء غلط. احنا واقي الشمس ويانا على طول صيف شتاء، بس اهم شيء انه نختار النوعيه اللي توالم بشرتي. يعني وموجود احنا ماركات عالميه هوايه موجوده. نعم. بالعراق، وكل انواع البشره مختص لها نوع واقي شمس مختص. فلازم حتى لو بالشتاء وانت تطلعين طلعه بسيطه المفروض اخاني خاله واقي قبل الميك اب. ويمكن حتى امهاتنا والبنوتات حتى اللي قاعدين بالبيت ويستخدمون يعني يتعرضون للحراره بالطبخ وهيك شيء، حراره الطبخ، اكو حراره التنور مرات. نعم. نسواني خبزين يعني اقول لهم خلوا واقي ما شمس. فاحنا نصيحتنا لهم اكيد حتى امهاتنا بالبيت انه يستخدمون مو بس من يطلعون بالضبط. هاي من البنوتات يستخدمون يعني أعشاب أو مواد طبيعية، هم تضر البشرة لو يعني بالعكس إنه هسر إجاب لي إنه مواد طبيعية؟ يعني المواد الطبيعية والأعشاب اللي أسويها أنا بالبيت بس أعرفها أسويها بطريقة علمية كلش مفيدة للبشرة. يعني مثلا أريد أستخدم مقشر طبيعي بالبيت، ممكن أستخدم عسل وليمون فشي بسيط أخليه ربع ساعة وبعدين أغسله بمي بارد، هذا مهم. استخدم زيت زيتون وشويه لبن كماسك، هاي شغلات ممكن اسويها بس اسويها بطريقه صحيحه. وهماتين يعني انا اذا بشرتي دهنيه ما اخلي لها ماده تنشفها بالزايد، يعني او سوري زيد الزيت مالتها. يعني مثلا استخدم نوع من يجون نوع من الصوابين، مثلا تستخدم صابونه زيت الزيتون وهي بشرتها دهنيه، هذا غلط. هذا راح اني زي على الزيت اخلي زيت يعني صح. اضافي ارطب البشره اكثر بالضبط، فهذا غلط. فلازم اعرف شنو اللي استخدمه. اما كمنتجات طبيعيه شوفان، زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، هواي شغلات لا استخدميها ولا تخافي. يعني كل انواع البشره عادي تقدر تستخدم اي زيت بالضبط، بس حسب مثل ما قلت لك حسب نوع البشره. عفوا. طيب البشره متعارف عليها 4 انواع اللي هي الدهنيه. أيه. والجافة والحساسة والمختلطة والعادية. والعادية ضيفي 5. خمس أنواع. طيب هنا كيف نتعامل مع كل نوع بشرة وطبيعتها بالروتين العناية اليومي الليلي؟ ما هي الطريقة المناسبة؟ يعني بالنسبة للبشرة العادية هاي بسيطة وما تحتاج شيء، هي أكو خطوات يعني أطبقها روتين بروتيني اليومي. نعم. يعني أول شيء هو غسول، أختار الغسول اللي يناسبني. نعم. أوكي، أغسل البشرة أنظفها، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التونر المناسب لنوع بشرتي، مكتوب على التونرات شنو الأشياء اللي بيها. الخطوة الثالثة كريم تحت العين، أختار الكريم المناسب اللي غني بالفيتامين مثل فيتامين إي فيتامين سي. بعدين اخلي الترطيب مالتي والواقي شمس بعدين الميك اب. طيب هل هناك مرحله عمريه معينه تستخدم هذا الروتين؟ يعني من اي عمر يبلش؟ سؤال كلش حلو وكلش مهم. نعم.
يعني البنوتات خلينا نقول من عمر ال 15 16 اني ابدي اعتني ببشرتي اكيد لازم. وكل ما تقدمنا بالعمر كل ما نحتاج نعتني اكثر. يعني اذا تقولي لي شنو الروتين اللي تقدمه بالعمر اقول لك اي اوكي، لانه اكو شغلات اني لازم اعتني بها اكثر، ارطب اكثر، لانه فقدت بدات تفقد الالاستيسيتي مالت البشره، الكولاجين بدا يقل. فاركز على هاي المواد، اركز على الاكل، واهم من بس مو بس العنايه بالبشره، نضيف له الاكل الصحي الهيلثي فود، يعني هذا جدا مهم. اخذ ساعات كافيه من النوم، هذا كلش مهم. العب رياضه كلش مهم. احاول اتعايش ويا الستريس وضغوط الحياه، لان هذا كله ينعكس على وجهي، على بشرتي، راح يبين علي. اذا كنت قليله نوم، استخدام الموبايل بكثره، او الشاشات اشعاعات الشاشات، دكتوره كلها احنا ملتزمين بيها. اكيد شغلكم يعني فعلاً. مجال شغلكم الله يساعدكم، بس من الضروري ان واحد يلتزم بهذه التفاصيل حتى يحافظ على جمال البشره ويدوم نقها واشراقها اكثر. نعم تمام. طيب دكتوره، شنو هي العوامل اللي تهيج لنا البشره؟ اوكي، حتى نبتعد عنها اكيد. اوكي، خصوصا اصحاب البشره الحساسه. يعني الشغلات اللي اختيار المنتج اذا انت تختاري بمواد عطريه، مواد ثقيله، يعني مثلا بزيوت ثقيله. نعم. هاي ممكن تسدي المسامات، واذا سدت المسامات تعرضه للبثور، البثور تتحول الى حبوب، راح تدخل بمشكله، يعني مشكله الحب او حب الشباب. فلازم اني اكون يعني منتبه لهاي الناحيه. زائدا المكان اللي بتدخيني اثر علي، البي روائح ياثر علي، هاي الشغلات احاول اتجنبها ايش قد ما اقدر. طيب دكتوره، والاكلات او البهار وهاي التفاصيل تاثر على البشره؟ البهار والاكل اللي احنا دا ناكله، طول ما انت تاكلين اكل صحي ماكو مشكله. ولحد الان ماكو بحث علمي يربط بين الاكل ومثلا ظهور حب الشباب. لا بس اني انصح مثلا اللي عنده حب او حب شباب، اقول له كثر من الخضروات او الشغلات الورقيه، كثر من الفاكهه، قلل من السكريات الصناعيه، عوضها بفاكهه، او اذا تحب يعني كلش مثلا ياخذ الدارك شوكليت بالضبط، تكون بيها فوائد اكثر. فعلا فعلا. طيب خلينا نستفاد شويه من خبرتك بالصيدله، بما انه انت صيدلانيه، بفصل الشتاء تتعرض بشرتنا للجفاف وهذا المتعارف عليه. صح. هنا اكو خلطات معينه بالصيدليه ممكن تقدميها لاصحاب البشره الجافه وتشوف عليها نتائج؟ طبعا، يعني بالشتاء يجوني اول شيء اعرف نوعيه بشرتها، اسالها نوعيه البشره شنو. بعدين اكو هواي خلطات احنا نشتغلها بالصيدليه، ركز عليها، يعني بيها ماده الجليسرين، بيها زيوت، بيها شغلات بس تكون امينه اون سيف سايد، يعني ما بيها شيء ستيرويد او كورتيزون تاذي بشرتنا. طبعا. طيب لماذا ماده الكورتيزون تعتبر ماده مضره للبشره تحديدا بالخلطات؟ ماده الكورتيزون يعني لو تخيلين هاي المشكله ايش قد بنات وخصوصا الصغار يسوون خبطات من السوشيال ميديا، لانه شايفه هي بالسوشيال ميديا يخبطون هاي العصاره ويا هاي العصاره ويا هاي العصاره، تراكيز معينه، يجوني دكتور اريد هذني دا اخبطهن. تعرفين هذا شيء يسوي غلط، مو بس غلط، يسوي نوع من الاول شيء وجهها يصير احمر فهي تفرح به، بعدين اول ما تركته راح يصير المنطقه سوداء، راح تبدي هاي تسوي دامج للخلايا، بعدين يصير اسمرار دائمي، يعني شلون الحرق بالضبط كانما محروقه بشرتها. صح. اقوى من الكلف، تدخل بمرحله اقوى من الكلف، يعني وراها صعب اصلاح البشره مالتها. فلازم احنا نتجنب، لان الكورتيزونات خلقت لامراض معينه. نعم. اللي هي صدفيه، اكزيما. نعم. ذولا مضطرين علاجية. يستخدمون الكورتيزونات. طيب نصيحتك لهذه الفئه من الفتيات اللي يتابعون الخلطات عن طريق السوشيال ميديا وجون يطبقوها على بشرتهم بدون اي وعي وصفه؟ لا، لازم اسال الصيدلي انه انا راح استعمل هاي المواد هي صحيحه او لا، اتاكد من المواد، يلا اخلطها يلا استخدمها. بالبيت هي تقدر تسوي الخلطات الطبيعيه، اما اذا برا تقدر تستعين بالصيدليه تسوي لها الخلطه المناسبه اللي توالم بشرتها. تمام. دكتوره، هوايه يعني بنات يصير عندهم كلف. أوكي. حتى هن صغار. شنو الخطوات اللي احنا نستخدمها حتى ما يطلع لنا الكلف؟ اول خطوه انه اني ما اتعرض للشمس هوايه، لانه هي طلع لها كلف يعني تعرض للشمس، يعني متعرضه للشمس. اتجنب يعني استخدم واقي شمس حتى لو بعمر صغير، يعني قلنا ما بي اضرار. اتجنب الخبطات هاي اللي قلنا عليها اللي بالسوشيال ميديا ومنتشره بها كورتيزونات، لانه راح تدخل هي بهاي التصبغات، وبعدين راح تزيد عندها كل ما تكبر هي تزيد هاي التصبغات. صح، ومرة على مرة يزيد أكثر يبين. أستشير الصيدلي والطبيب المختص إذا أنا احتاجته.
زين شنو الخطوات اللي تقدر تسويها حتى توخره، يعني مو اللي مثلا تروح دكتور؟ كيف نعالج الكلف؟ نعالج الكلف اذا كان يعني خلينا نقول حسب الدرجه مالته، بس بكل الاحوال اني اروح افضل يعني دائما انه طبيب مختص، طبيب جلديه مختص، حتى يعالج لي هاي المشكله، يعطينا الوصفه الصحيحه للمشكله. زائدا الصيدلي لا تستعيني بنفسك وتتعالجيها كيف؟ نعم اكيد. طيب كل ما تتقدم المرأة بالعمر عندنا مشاكل البشرة تزيد وخطوط الرفيعة تظهر والتجاعيد، وهنا جابت المراية وباعت بوجهها وقالت أنا كبرت. صح. طيب ما هو روتين العناية في حال المرأة تعدت الأربعين، سن الأربعين؟ أوكي. هو تعرفين أنت اختلاف الهرمونز عند المرأة. نعم. كل ما تتقدم بالعمر وقلة إفراز الغدد الدهنية اللي موجودة تحت الجلد، هاي وعوامل غيرها، استخدام حبوب المانع وغيرها وغيرها، حالة نفسية والوراثية على بشرتي. فتقدم العمر نزيد من الترطيب قد ما نقدر، ناكل الأكل الصحي جدا مهم، نلعب رياضة حتى لو بسيطة، خلينا نقول رياضة المشي مثلا أو رياضة السباحة جدا مهمة، نستخدم مواقي شمس، نستخدم المنتجات اللي بيها كولاجين، هاليورونيك أسيد، الشغلات الطبيعية والحقن عليها. الانجكشن. الانجكشن ممكن واينات يعني هسه صار فتشي يعني، بس لا نروح زايد بيه يعني، لا تروح الروح ترندي ورا كل موجة تطلع. نعم. البنات النساء تروح عليه لأن أنا أريد أصير لا لا أصير أصغر. بالضبط. اللي ممكن يوالمش ما يوالمني، ما يوالم عمر غير يعني، لازم تعرف شلون تستخدمه وعلى شكل رتوش، خلينا نقول شغلات بسيطة تحلي وبنفس الوقت نظارة مو أوفر. ما روح أوفر. صح. يعني أنت مع أوبر النظارة للبشرة؟ ممكن احنا في حال ما قدرنا نعوضها بالنظام الغذائي، ما قدرنا نعوضها بالكريمات الموضعيه، اروح لابر النظاره ما بيها شيء، عباره عن ملتي فيتامين، امينو اسيد، شغلات طبيعيه، هاليورونكس، يعني شغلات مفيده للبشره. وهنا ترجع ثقتها بروحها وترجع صغيره. ليش لا؟ شوفوا يا حلو لو شفنا مسمع احلى تروح تضرب مره ثانيه. طيب يعني مآمنة في شيء انه كل مره هي حلوه، حتى لو ما اختلفت درجات الجمال، واكو جمال داخلي، طلعي الجمال الداخلي لبرا، واقتنعي بنفسك. بالضبط. واستخدمي الرتوش البسيطه، اعتني بنفسي زين وذاتس ات. صحيح. طيب دكتوره، بما انه تطرقنا للكلف كثير، دا نشوف انه نواجه مشاكل الكلف والتصبغات خصوصا منطقه حول الفم. اكو مثلا كريمات نقدر نحافظ على بشرتنا حتى ما يطلع لنا الكلف والتصبغات، وكيف الروتين حتى نتخلص من هاي التصبغات؟ باي تصبغات، سؤال حلو. تصبغات حول الفم عندها هواي اسباب، فاني اول شيء اعرف السبب، اعرف السبب يعني حتى اعالجه. نعم. يعني ممكن اكو نوع من الامراض او الحساسيه بهاي المنطقه. صحيح. اكو ناس هي ونايمه يطلع لعاب من عندها. نعم. فهذا ياثر وبعدين يزيد هاي الشغلات. اكو ادويه معينه استخدامها لفتره طويله تسوي هاي التصبغات. التعرض ايضا للشمس وهاي الشغلات يسوي هاي التصبغات، حتى يمكن فترات الحمل طبعا، الحمل وتغيير الهرمونز فتره الحمل، مو بس بحول الفم يعني، ممكن تصير كلف بكل الوجه. كل الوجه. نعم. لان تغيير الهرمونز. فبالنسبه سالتيني على العلاج شنو اللي استخدمه، اذا هي تقدر تروح الصيدلية راح يوصف لها شغلات بسيطه، ريتينويد على هيدروكينون لهاي المنطقه التصبغات، وذجليسرين وايضا حسب نوع بشرتهم طبعاً. بس أنا أول شيء يعني حسب النوع وهذا علاج. نعم. أنا ما شفت فرق على هذا العلاج، لا أروح المراكز وطبيب تجميل اختصاص، ممكن أسوي تقشير كيميائي لهاي المنطقة، راح يجيب لي كلش نتيجة حلوة. تقشير كيميائي مثل التصبغات. جاي ألاحظ هوايد يسوون تقشير كيميائي اللي عندهم مسام والكلف، تطلع نتيجة كلش حلوة. بالضبط. بس ما بيها أضرار بعدين إنه طبقة ما جيت حتنشال؟ ما اروح، هذا سؤال حلو، ما اروح تقشيره هوايه يعني ممكن اسويه خفيفه لا يعني انا اسوي اوكي اذا عندي هاي التصبغات ومسامي كبيره وعندي بثور وعندي حب شباب، اسوي كل 21 يوم ممكن جلسه او مره بالشهر. اذا صفو يعني وصلت المرحله اللي اريدها، ما يصير عندي ادمان يعني على هاي الشغله. صح. ممكن كل سنه اسويها. سوي مره واحده. حلو.
طيب كثير من النساء يعانون من البشرة الدهنية، 99 من النساء طبعاً عندهم البشرة الدهنية، بس لا حضرتش من عندهم والدليل ده تسأل عليها دائماً على طول لأنه على طول أصحاب البشرة الدهنية يكونون مظلومين، صح، على طول صعبة يعتني بيها ويقدم لها أفضل المنتجات والحلول، بالتالي ماكو أي نتيجة. كيف أتعامل مع المسام والبشرة الدهنية بالصيف وبالشتاء؟ هو بالصيف وبالشتاء أنت يعني أهم شيء تنظيف، نعم، ومثل ما قلنا الغسول المناسب، التونر المناسب كلش مهم، الهيلثي فود كلش مهم، الترطيب مالتك يعني أركز على الألوفيرا وأخذ بقوام جل، ما أخذ الكريم، يعني أبو البشرة الدهنية يحاول أن يأخذ الواقي الشمس ويأخذ الترطيب مالته على شكل جل، كل شيء يفيده ويقلل من إفراز الزيوت عنده. الصابونة مالتك تكون خاصة، يعني أتجنب الصوابين اللي بيها زيوت ما أروح عليها بهالطريقة، لا تحدين هواية من إن شاء الله. طيب هل هي تعتبر من البشرات المظلومة؟ هي يعني مو يعني هي بشرة صعبة، أنا أسميها البشرة، لأنه هي البشرة الدهنية معرضة أكثر للبثور، معرضة أكثر لحب الشباب، وأيضا معرضة للحسد لأنه ما تكبر ما شاء الله، لا لأنه ما تكبر، لأنه على طول تكون رطبة، عكس البشرة الجافة على طول محسودين إحنا، بس ما يدرون إيش قد نتعب من آثار الحبوب والمسام. البشرة الجافة أكثر ناس يكونون عندهم بسرعة بين علامات الكبر، التجاعيد وعلامات الكبر والشيخوخة المبكرة، لأنه جاف دائما فتظهر هاي الشغلات. بس إحنا يعني الحمد لله بها، الحمد لله يعني بها عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، تمام، بها فشيء إيجابي الحمد لله. الحمد لله. طيب دكتورة شنو تنصحيني؟ كثير ده أشوف أجهزة هسه حاليا بمراكز التجميل، كل بشرة شنو تنصحيها بجهاز يوالمها حتى تحافظ على نظارة بشرتها بالمراكز؟ هي باقي أنه المركز طبيب اختصاص صاحبه أعرفه ثقة، هو راح يكون جاي كل الأجهزة اللي هي زينة اللي هي توالم البشرة، وراح يسوي ليش تيست بالمركز يعرف شنو نوع بشرتك وعلى ضوها يشتغل. فأني ما أقدر أقول لك روحي على هذا الجهاز وروحي على هذا الجهاز، صحيح، ولهذا السبب لا، روحي على مركز زين، روحي على طبيب زين، هو راح يرتب لك هاي الشغلات. فعلا تمام. زينة شنو العلاج للمسام مثلا؟ مو اللي مثلا تقشير كيميائي او تونر؟ استخدم تونر الصبح. تونر تبقى مفتوحه اي بارده كلش كما اي ممكن مو غلط، صحيح، مكعبات الثلج وحتى مكعبات الشاي اللي بكافيين اللي بفيتامين كي، هاي كلش لها دور من شغلات المسام. خلص عندنا المسام بالضبط، صح، كلش صعب المسام. طيب درجة عندنا بالآونة الأخيرة برزت كلش هواية اللي هي الآيف درب، الحقن الوريدي، هل صدق هي تعطي نظارة مشرقة للبشرة أو تعوضنا عن النظام الغذائي الصحيح؟ والله انت اذا دا تتبعين نظام غذائي صحيح ومحافظه عليها وتلعبين وياها رياضه، دا تعرفين شنو نوع بشرتك، دا ارطبها زين، ماكو داعي اروح لها. بس انا اذا بشرتي كلش تعبانه ما نلتزم، صح، ما ملتزمين، عندنا اشعاع هوايه، بشرتنا متلوثه، بالضبط ممكن اروح لها، ما بها اي سايد افكت يعني امينه للشخص، واذا طبيب حسب أكيد. الطبيب نصحك بها اوكي. طيب واما بالنسبه بس هالسؤال بالنسبه لشرب الماء، ما دام بشره دي راح تسال على كل مشاكل البشره، كنت احب اعطي البشره ليش لا. طيب شرب الماء هل الاهميه؟ جدا ضروري، جدا ضروري، يعني نسيت اقوله، شرب الماء صيف شتاء، يعني مو انه شتاء احنا لا ما نشرب مي، لا 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 بالعكس، صيف شتاء. سماره ما تشرب مي دكتوره؟ لا 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 شمسه تنشف، يعني بالضبط مثل النبات والزرع والاحتياج مي، بشرتنا تحتاج المي، ما تعطيها مي تتيبس، شايفين القاع شلون تتيبس؟ فعلا صح، فلازم لا اشرب المي بالضروره، احاول انا دائما انه احاول اتذكر انه انسمى الاسمرات. دكتوره خلي دائما حبيبي بطل مي قدامك، نعم، صح، حتى اني اجبر لا هذا المي اوكي لازم اكمله، مو بس البشره يعني حتى لا انا قلت كل الجسم فعلا نظفت. طيب الكلى كل الجسم. سؤال اخير وكلش مهم اللي نعاني به يمكن صغار وكبار، اللي هو الهالات تحت العين، شنو نقدر نحافظ على الهالات تحت العين ونمنع ظهورها او نقلل من ظهورها؟ هال اول شيء اعرف اسبابها، هالات لا. العين ليش تطلع؟ اما قله نوم، سهر هوايه، اكيد، او اشعاع هوايه متعرضه له، يعني ممكن مثل شغلكم تليفون شغلكم كبيرة. حساسيه بالعين،
جينيتك، يعني انت ما لكش دخل بي يعني عندك. نعم. فهاي انا عرفت السبب، اوكي، قصور بالغده الدرقيه ممكن يسوي لي هالات بالعين، فعرف السبب، اذا اعالج السبب، يعني اذا عندي حساسيه عندي بالغده اعالجه. زائدا اكو كريمات غنيه بفيتامين اي وفيتامين سي، نستخدم مكعبات الثلج البارده، مكعبات حتى الشاي، نسوي شاي الاخضر نسوي على شكل مكعبات ونخليه، شرايح الخيار جدا فعاله، وقلنا الكريمات والسيرامات اللي غنيه بفيتامين اي وفيتامين سي، هاي كلش تفيدنا بالنسبه للهالات وعالج السبب مالتها. عاشت ايدك، عاشت ايدك دكتوره فريال فؤاد، عاشت ايدك على النصائح اللي قدمتيها لنا. طيب اريد نصيحه اخيره للعنايه بالبشره بفصل الشتاء. اهم شيء انه انا اعرف نوع بشرتي، اول شيء تعرفيه انه لازم تعرفين نوع بشرتك، نوع البشره نعم. واستخدم الروتين مالتي اللي بالضبط. عاشت ايدي، شاكرين وجودك، اكيد فرصه سعيده. اذا مشاهدينا مستمرين وياكم تكمله باقي فقرات رحله الجمال لهذا اليوم، لكن من بعد الفاصل. أكيد مستمرين ياكم من بعد الفاصل، واليوم فقراتنا ما تنتهي، وأكيد ضيوفنا جدا مميزين فعلا. اليوم يا بنات، مثل ما دا أشوف أنه أنتم معتنين بشعركم، أنا يهميني حضرت لكم مفاجأة كلش حلوة. طبعا قبل الفاصل مشاهدينا حاولت أنه أعرف شنو الفقرة اللي عدتها أن اليوم زميلتنا سمارة ما قبلت تقول اليوم، إلا عجوا أقول للمشاهدين وإلكم، وأنا تعرفني الفضول بس أريد أعرف الفقرة شنو. الفقرة هي الحجاب السلطاني. نعم. أكثر البنوتات يلبسون بالمناسبة حجاب بس ما يعرفون شلون يسوون اللفة مال الحجاب، أو ما يعرفون شنو يختارون فعلا، يعني ويا فستانهم فعلا. فأكو حجاب اسمه الحجاب السلطاني، كلش سهل باللبس. طيب ينفع للمناسبة وينفع للطلعة. بعيدا عن الحجاب، لماذا سمي بالحجاب السلطاني؟ إذا تحسين عندك امتحان. أنا أحس بكريستال أو هو فخم، هو يعني حجاب السلطاني يكون. ليش ما نروح نشوفه ونرجع؟ يلا يلا خلينا. إذا خلونا إحنا وياكم نروح نشوف فقرة الحجاب السلطاني وراجع. اهلا بكم، رجعت لكم هسه فقره اللي كلكم تنتظروها، يمكن شفتوا زميلاتي ظلوا حارين شنو يعني حجاب السلطاني. حجاب السلطاني مثل ما تشوفون هذا هو الحجاب السلطاني، طريقته كلش حلوه باللبس، والاهم من هذا كله نقدر نلبسه اذا عندنا طلعه سريعه، واكو ديزاين نقدر نلبسه بالمناسبه، واكو ديزاين نقدر نلبسه. ليش نحكي هوايه؟ تعالوا انا وياكم نلبسه ونشوف طريقته وسهولته باللبس. اول شيء مثلا عندنا هذا الحجاب السلطاني يكون ساده بنات، اذا تلبسوه مثلا هسه انا لابستكم اعتمدت اللون الاسود حتى نشوف كل هاي الالوان ترهم على كل التفاصيل، اذا لبستوا نقشه او لبستوا ساده. هذا اللي يكون ساده نقدر نلبسه بطلعاتنا العاديه تطلعين سلطانه، نقدر نلبسه ويا فساتين عاديه، اذا تكون بها شغل هوايه ونبتعد عن التكلف نستخدم هذا الحجاب. راح نلبس انا وياكم مثلا، بما انه انا لابسه ساده فراح اختار لكم واحد بحركه، هاي التفاصيل الحلوة، نختار مثلا اللون الرصاصي. لو شو تقولون؟ أنا لابسة حزام بيج، لازم نلبس بيج، تعالوا خلنا ناخذ اللون البيج. تفاصيله تكون بسيطة وحلوة بهذا الشريطين بنات. راح أعتمد ألبس لكم إياه بدون أي مراية. مجرد ناخذ هاي الأشرطة هذا بنات، مجرد احنا سوري ناخذ هذا الجانب بهاي الطريقة بدون أي دمبوس. وإذا حبيتوا تسووها بالطريقة مال الشيرة، حسوي لكم إياها بهاي الطريقة. هذا الجانب أكيد إحنا راح نضمه داخل الملابس. مثل ما تشوفون بهاي الطريقة كلش أنيقة وبسيطة، وبتاج كلش بسيط نغير الإطلالة كلها
كلش راقي، تحسين نفسك انت صدق سلطانه. حلبس لكم اياه بطريقه ثانيه. ناخذ هذا الشريط بنات ونشده بهاي الطريقه. نقدر هاي نخليها بهاي الطريقة، ناخذ الجانب الثاني ومثل ما تشوفون لبست لكم اول موديل. خلينا نلبس واحد من هاي الموديلات اللي تصير بها حركه اكثر، مثل ما تشوفون هنا انا وياكم لابسيها الملكان، بس انا راح البسها بطريقه كلش سهله. مثلا ايش ناخذ بنات؟ نبتعد عن لون البيج، خلينا ناخذ هذا الموديل. هذا نقدر نعتبره اكسسوار ويا الحجاب كامل، ما يحتاج تضيفون اي تاتش ثاني للحجاب. واذا حبيتوا تلبسوه بطريقه سهله وسريعه ماكو اسهل من هيك. كلش انيق وبسيط، لبست لكم اياه بثلاث طرق كلش سهله، وتقدرين انت تتحكمين به حسب ملابسك وشنو لابسه. واكيد ما ننسى بنات كل الالوان الحلوه المتوفره بيها بالالوان الساده. خلينا بس انا اياكم واحد، يلا تعال. ومثل ما تشوفون هذا اللون الساده، شوفوا لي اياه احلى بيهم. هنا عندنا الديزاين اللي يكون بيه ستراس، هنا تكون بيه نقشه او يكون ساده بهذا الشكل، كلش حلو، كلش انيق باللبس وسهل، نقدر نعتمده بالمناسبه وتكونين انت سلطانة المكان. ومثل ما تشوفون هذا الحجاب السلطاني اللي يكون ساده والوانه مثل ما تشوفون وياكم كل الالوان والتدرجات اللي تحبوها. هسه صرنا ثلاث ملكانات، شوفوا منو من الموديلات اللي حبيتوها، الموديل اللي يكون بيه ستراس، الموديل اللي يكون بيه مثل هذه الطريقه كلش حلوه، واكيد الموديل اللي يكون ساده وما تتحكمون انتو طريقة لبسه. بس لكم اياها باكثر من طريقه، الحجاب السلطاني من تلبسيه راح تكونين انت سلطانه المكان، وراح تكونين انت مميزه بكل مكان انت موجوده بيه. لهنا انا اتمنى تكونون تونستوا واستمتعتوا وحبيتوا فقرتنا لهذا اليوم عن الحجاب السلطاني. اكيد اشكر تربة الحجابات فرع المنصور، وانتظروني فقرات قادمه. باي باي. رجعنا وياكم من فقرة السمارة. طبعا عاشت ايدك كلش حلو. حبيتي الحجاب السلطاني؟ كلش حلو، سهل، كلش سهل باللبس. صحيح، لانه البنوتات اكو ما يقدرون يلبسون الحجاب، ما يعرفون شلون يضبطوها حتى على منطقة المقدمة مال الراس. فعلا فالحجاب السلطاني يغنينا عن هاي المشاكل كلها. عاشت ايدك. والله نيانهم المحجبات بيش بي كل حلقة انت محضرت لهم فقرة وتواكبيهم شنو اخر شيء درج. اكيد يا ديلو، لازم اكثر البنوتات حتى اللي ما يقدر يطلع يقدر يشوف ويتابعنا ويشوف كل الحداثه اللي تتطور هسه حتى فعلا. بالحجاب. ولا عبالش بس انت عديتي فقره للحجاب، ايضا البنات السافرات عندنا والشعر واهميه الشعر والقصات اللي درجت والاصباغ، مثل ما تحدثنا بدايه الحلقه عن اهميه التطورات والحداثه اللي صارت. انتوا اثنيناتكم كل وحده مسويه ديزاين شكل بالشعر، واثنيناتكم كلش لايق لكم. فعلا. فانتوا همينة مستفادين من عندكم بنات. احنا طبعا اكيد مستفاد من هم المعلومات اللي قدموها لنا. استبرق احكي لي انت شلون تعتنين او روتين العنايه بشعرك، ومع العلم انت على طول تجددين اللون النحاسي او الاحمر. صح. المتعارف على هذا اللون تحديدا من دون كل الاصباغ الشعر يتعب الشعر ويحتاج لعنايه خاصه، بنفس الوقت عندنا يجرد بسرعه. صح. فنرجع نصبغه، فهنا حيتلف الشعر، كيف تعتنين بالشعر؟ انا اكثر شيء عندي خبطه، يعني هاي
صار كل شيء هواي استخدمها علينا الخطه شي كل السنه لا وكل فقره مره جيت بام زيوت وهيك حسيتي قلت لها كلش حلوه طيب ذكريني زيت جوز الهند زيت جوز الهند او اكثر شيء زيت الزيتون نعم هم كل زين للشعر وتضيفين وياه مثلا اذا شعرك ساقط او ما يطول بسرعه نعم تخلين وياه ثوم اكثر شيء اي يعني تبقي فتره وراح تستخدمين ثوم وجوز الهند يعني يستغرق يتخمر ما ريحه بالشعر بريحه بس انت حسب الشعر مثلا احنا شعرنا ذهني تخيلي قهوه او فوم صحيح هاني داشه اي صحيح فومين بس تغسلين شعرك تعوفيه مفتوح وشويه سيروم بس اكيد اذا مبلل وتلمينه راح يصير طيب بريحه طيب استغرق شفتي نتائج على هذه الخبطه طبعا اكيد ما يطول شعرك هذه في حال بالمنزل حيل وطرق ممكن بالمنزل تمام اما بالمراكز شنو تستخدمين بالمراكز ما استخدم معالجة. اي شيء اكيد حتى معالج ما استخدم طيب. بس مجرد صبغ وهذا اللون اللي انا اصبغه مثلا ما يجرد بسرعه بهذه الحالة يا استبرق بعد ما نحتاج ضيفة الأسئلة والأجوبة أنت جاوبتي عليها والعناية طيب اليوم راح تنورنا خبيرة شعر وكوافيرة ليلى عبد الأمير لكن من بعد الفاصل رجعنا لكم من بعد الفاصل ووصلنا لمحور حلقتنا الثاني لهذا اليوم ومثل ما تعرفون يا بنات يمكن انتم تعانون هاي المشكله انه اهم شيء عندكم الشعر اكيد اطلالتكم يكمل اطلالتنا وكل بنوته مثل ما دا اشوف اني بالاخص اني كل حلقه لكم سويت لكم شعر اليوم قصير ولون فاتح سبحان الله انا بدي اعرف الروتين اللي تستخدمي بحشاش الشعر اصلا يطول طبعا عندنا كثير من الاسئله حول هذا الموضوع اصباغ الشعر والقصات والالوان اللي درجت بالاونه الاخيره كل هذا حتجاوبنا عليه الضيفه الجميله خبيره الشعر والكوافيره ليلى عبد الامير حياك الله حبيبي شلونك منورتنا شكرا سعيدين بوجودك اكيد طبعا اليوم موضوعنا كلش حلو اللي هو يخص الشعر والقصات اللي درجت بالفتره الاخيره تعرفين عندنا بكل موسم تتغير القصات والالوان احنا مشاهدينا اليوم نريد نتعرف على القصات والالوان اللي درجت بس قبل هذا كله خلينا نتحدث عن ابرز مشاكل الشعر اللي تعاني منها المراه نعم المشاكل اللي تعاني منها المراه يعني 90% هو تساقط الشعر نعم تساقط الشعر وتقصف الشعر وهاي مشكلة كلش كبيرة بالنسبة للمرأة فعلا فأكثر يعني المراجعات اللي يجون هو تساقط الشعر ونقص شعرنا حتى يطول لا هذا مو عامل أساسي يعني مو مشكلة مو حل أساسي طيب ما هي أسباب تساقط الشعر ممكن تكون هرمونية وراثية نعم ما هي أسبابها أما الصبغ أكثر الأسباب كثرة الأصباغ كثرة الأصباغ وعدم اختيار الأصباغ والمواد اللي تناسب الشعر عدم اختيار الشامبو والمعالج الصحيح للشعر فعلا يعني عندنا انواع شعر ممكن يكون عندنا شعر جاف ممكن يكون عندنا شعر دهني نعم عدم يعني اي شيء اللي يشوفوه مثل ما يقول يعني فروة الرأس عندنا نعم. مثل أنواع البشرة تكون نعم. متنوعة صح. بعض بالضبط. منها يكون دهني وبعض منها يكون جاف حتى نعرف نتعامل ويا شعرنا أصح نعم. نعرف شنو نوع بشرة شعرنا ونرجع بعد هذا كله نعم. نرجع من الممكن يكون مشاكل يعني داخليه بالجسم هذه ممكن نراجع هرمونيه نعم. هرمونيه نقص فيتامين دي 3 نقص الكالسيوم نقص الزنك هذا طبعا عندنا الحاله النفسيه التغذيه هاي كلها تاثر على يعني نمو الشعر وتساقط الشعر كلها تاثر على عامل اساسي يعني قص الشعر نعم. فتنصحين انهم يقصون الشعر قبل الصبغ او بعد الصبغ قص الشعر لازم هو على الخصوص اللي تريد يطول شعرها لازم كل 5 أشهر الى 6 أشهر ينقص ولو سنتي واحد لا احنا سؤالنا انه اي يجون يصبغون شعرهم يجون يصبغون تقصينهم يا قبل او بعد بالحالتين راح ينقص لأن قبل القص يعني قبل الصبغ نعم. نقصه بعد الصبغ هم نقصه لأن بالحالتين ينقص الشعر عندنا بعد الصبغ حسب اللون اللي هي تريده وحسب القصر اللي راح نشتغل عليه نعم. راح يسبب شويه تعب حلو. بأطراف الشعر اذا فينقص ينقص بعد ينقص بعد قبل الصبغ هم نقدر يعني هي من الممكن تقول اريد اقصه الحد يعني فنقصه على مود نشتغل وراها يعني نبدي نعدل الشعر ممكن تقول اريدها مدرجه من ممكن تقول اريدها اقصر فهو بالحالتين راح ينقص الشعر طيب بما انه حكينا عن قصات الشعر نعم قصات الشعر تختلف من وجه للثاني طبعا يعني انت تختارين أكيد. القصه المعينه لكل وجه مثلا
هسه انطينا لكل وحده من عندنا شنو قصه الشعر اللي تناسب شكلها. نعم قصات الشعر كل القصات يعني هو حسب اختيار الزبونه، على الخصوص يعني اذا يشوفون قصه كلش يعني صارت موديل ترند مثل ما يقول، ما تهتم بانه اني وجهي راح يوالم هاي القصه لو لا، ما تهتم من نوع الشعر، المهم اني اريد هاي القصه. نعم فالقصات همينة من وجه الوجه، من قالب القالب، من شعر الشعر، اكو شعر يوالم هاي القصه، اكو شعر ما توالم هاي القصه. تمام زين نجي على الوجه الضعيف. نعم يا قصه توالمه القصه المدرجه اللي تعرض للضعف الستيبس. نعم الستيبس مثل ما يقول القصه ليش المدرجه. ليش الكاري حتى يسمون وجهي؟ الكاري هم يصير الكاري السويد تقريبا اللي يصير القصه الطويله من مقدمه وقصيره من وراء. القصه المدرجه راح تنطي فوليوم للوجه، يعني راح تعرض الوجه لها يعني والدارجة تقريبا هسه هي دارجة كلها تختار دارجة تقريبا هي القصة المدرجة. تمام زين المدرج مو هم يخفف من الشعر؟ يعني اكثر شيء يحب الشعر التخين؟ لا بالعكس الشعر الخفيف اذا ينقص مدرج راح يبين فوليوم ويبين اكثر. راح تاخذين انت طبقات من جوا راح تخفف لك الجو؟ لا الجو ما راح تاخذين طبقات كلش يعني كثيره وكبيره تبين خفيه الشعر، راح تدرجيه بشكل ما يبين خفيف. لا بالعكس راح يبين فوليوم اكثر ويبين شعرها تخين من الطبقات. نعم. طيب هل اضافه الشعر عندنا الكوكيز والاكستنشن اضافات الشعر للشعر نعم. الطبيعي نعم. حتى نثخنه او نطوله تاثر على الشعر الطبيعي؟ اكيد. طيب احنا هنا كيف نستغنى عن هذه الاضافات؟ هي هسه بالآونة الاخيره درجت هوايه بانه الكوكيز والمايكرو والنانو رينج والهاي السوالف يعني اكثر اعتمدت عليها، بس هي كلش مؤذيه للشعر. نقدر نستخدم يمكن اللي يكون وقتي يعني اي نعم هذا كلش نستخدم يعني اكثر العرائس هسه اللي يستخدمون تجي شعرها قصير مثل شعرك نعم بس هي ثاني يوم العرس يشوف شعرها طويل، يعني نقدر نستخدم الاكستنشن المؤقت نعم. ونقدر بنفس الوقت نعالج الشعر حتى نستغنى عن هذا الشيء اللي هو الكوكيز او فعلا. طيب ما هي الالوان الدارجه بوقتنا الحالي؟ نعم الألوان تحديداً بفصل الشتاء. نعم حالياً درجة الألوان الثلجية. ثلجية البلاتيني. البلاتيني الثلجي السيلفر. رجع. رجع السيلفرات كلش رجعت. نعم. يعني على العموم الشانيلات. طيب هذه الألوان اللي ذكرتيها هسه كلها الدرجة كلها تعب الشعر وكلها تحتاج سحبة، كنا نعرف إحنا في حال سحبنا اللون الشعر راح يتدمر ويتلف. أكيد. بس ما يهتمون يعني ما يهتمون يعني الصراحة تجيني شعرها كلش تعبان وأني أريد ثلجي أنا أنصحها أقولها هذا اللون راح يتعب شعرك وأنت شعرك تعبان يحتاج لقصر كلش قوي، يحتاج لدرجة يعني تعيدين مرة ومرتين القصر عليه حتى يوصل لدرجة تستفادين الثلجي أو السيلفر مثل ما نقول. يعني نقدر نقول الشعر لازم يكون على بياض. نعم قريب على البياض كلش ابيض. لا نعم. مو قريب هو تكون الشعر بيضة حتى تستلم السيلفر او مثل ما يقول تستلم الثلجي. ماكو خطوات اساسيه انه تعوضني عن البلوندر؟ لا حاليا ماكو، بس الشغله اللي يعانون من عندها بانه اريد هذا اللون حتى لو شعري تعبان وهذا غلط. زين اي درجه نوصل حتى يعني ناخذ انه السيلفر؟ درجة الأبيض يعني مثل ما يقول لازم الشعر يكون كلش أبيض، يعني يكون على الشعر الطبيعي اللي هو ما مصبوغ ما فعلا. تعبان ما لعبه بي كل شيء ما خلت له. بس مرات الشعر الطبيعي هم ينطلون الثلجيات عباك إنه هي صابغته، بس مرات واحدة مثلا صابغته ألوان بس بسرعة تطيش نتيجة الثلجيات. نعم. أو نعم لأن صابغته على شعقارات ما مستفاد الألوان البنيات فعلا. الحمارات الحنة هاي الالوان يعني مستمره هي صح مكرره الوان هوايه بس ما مستخدمه الاسود البنيات الطوخ الحنه الاحمر هاي كلها الوان تعزل الالوان الفواتح فعلا يعني ما تقدرين توصلين لدرجه الفواتح اللي انت تريديها. صح. طيب شنو اصعب انواع شعر اللي انت تتعاملين وياه؟ المصبوغ اسود. اسود نعم يعني صعوبة تسحبين اللون ما يطلع اللون اللي تريده. وايضا عندنا الشعر هم اللي مصبوغ بالحنة. الحنة كلش هاي تنسى الاصباغ هاي اللي صبغت شعرها اسود لو اللي خلت الحنة هاي تنسى بعد تقدر تفتح شعرها ممكن بعد سنتين من اخر حطة لها للحنة. تمام هذا سؤال حلو يعني اوجهه منا لان هواية يسألون عليه وهواية يدخلوا لي وهواية يسألون ما تقدرين بآن واحد انتي خالة حنة
بنفس الوقت تعيدي الى الوان فواتح لو سيلفرات مستحيل. سبب الحنة السوداء قصدك؟ الحنة السوداء، الحنة الحمراء. بس الحنة الحمراء تقدرين تصبغين حمارات عليها؟ حمارات اي بس ثلجيات والسيلفر وهذا ما تقدرين. طب الا سحب. السبب انه اسود. نعم. اللون الاسود بعد خلاص انت من قررتي تخلين اللون الاسود او تخلين الحنه او البنيات الطف تنسين بعد تغيرين شعرك الى فواتح. طيب اللون الاحمر هم يمكن بصعوبه. الاحمر هم كذلك تقدرين تفتحيها متدرجات يعني اوكي صح. حولي من الاسود الى جوزي، من الاسود شويه 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 على ما توصلين اللي انت اللون اللي انت تريديه. حتى طيب. يشبع الشعر بدون ما يتعب الشعر. تلاحظين انه المحجبات شعرهم يتعب اكثر من السافرات ام لا؟ نعم، لان كثرة الحجاب ما راح يتعرض للهواء، ما راح يتعرض للشمس، فهذا راح يسبب تساقط عندها وتعب بالشعر. طيب بالنسبه للعرايس تجيك بنوته محجبه، نعم، تحسين انه الشعر يضيف لمسه كلش يعني نقول مميزه للعروس؟ نعم. لو تحبين انه تشوفين العروسه بحجاب؟ الحالتين يعني اثنيناتهم حلوين مثل ما نقول، اثنيناتهم يعني كل وحده ولها جمالها. عندي عروسه محجبه وعندي عروسه يعني شعر، فاثنيناتهم حلوين. طيب انت تسوين لهم لفات الحجاب اذا عندهم؟ نعم. بنوتات محجبات. نعم عندي عرايس محجبات. انت تسوين لهم لفات؟ نعم انا اللي اسوي لهم. كلش حلوات يعني لهم نزاكه ولهم اطلاله يعني مميزه عن اللي عندهم شعر، لان 90% كلها شعر. تسريحات. نعم. وكلها يعني مثل ما نقول 10% هم المحجبات، فهاي اللي 10% تكون مميزه عن الباقيات. صحيح. نعم. طيب طرق العنايه بالشعر عديده ومتنوعه وتختلف. نعم. من فروه لاخرى. اكيد مثل ما تعرفين بالبدايه تحدثنا انه فروه الراس تكون جافه. نعم. وتكون دهنيه. نعم. طيب ما هي الطرق اللي ممكن السيده هي بالمنزل تعتمدها وحيل انه من الماسكات الطبيعيه او الزيوت؟ نعم. المتوفره عندها بالبيت وتوفر عنها راحه المراكز، ما هي؟ نعم. العنايه؟ العنايه اول شيء ترتكز عن الشامبو والمعالج اللي يناسب شعرها. نعم. يعني هسه نزلت معالجات تقدر تستفاد من عدها بالبيت، تقدر تستخدمها مرتين بالاسبوع تغنيها. نعم. عن روحة الصالون. يعني الشامبو اللي يوالم شعرها والمعالج اللي يوالم شعرها تقدر تخليه وتلبس الكاب لمدة نص ساعة أو ساعة حسب المعالج الماخذته حسب. طيب. أهمية الكاب للماسك شنو اللي يقدمه؟ يقدمه بأنه ما ينطي نفوذ للهواء، المادة تبقى مكبوسة على الشعر. نعم. نفس وقت الصيف يستفاد منها اكثر. تستفاد اكثر لانه بالصالون اذا تروح راح نخلي لها جهاز الليزر فعلا الحراري. الحراري. فمن تلبس الكاب بالبيت ما موجود عندها الجهاز. تقدر تعوضها عن البخار. نعم. تمام. زين شنو اضرار المي الحار على الشعر؟ نعم اضرار المي الحار بانه يسبب القشره وتقريبا يقتل فروه، يسد المسام اللي تقدر تستفاد من عنده بالشامبو، لان لازم مسام الشعر يكون مفتوح. فعلا. احنا مثل ما نستفاد السكراب للبشره ننظف بشرتنا فد بالاسبوع مره او مرتين حسب بشرتك، الشعر يحتاج له كذلك، فروه الراس تحتاج لها تنظيف حتى تستلم الشامبو. صح. المعالج اللي انت قاعده تخليه. اوكي؟ فالمي الحار هذا راح يقتل الجلد، يقتل المسام. ما راح يسد المسام، ما راح يخليك انت تستفادين من الشامبو اللي قاعد تستخدميه كعلاج المعالج اللي قاعد تاخذيه. وبنفس الوقت يسبب القشره ويسبب تلف للشعر. اكيد. طيب ننتقل للمعالجات او نقدر. نعم. نقول الكرياتين والتسريح اللي دي يستخدموه اغلب المراكز. نعم. دا نلاحظ انه اغلب البنات يجون شعرهم محترق من. أكيد. التسريح، ماده التسريح. نعم. شنو المعالجات اللي تنصحين بيها بعد الكرياتين ونصيحتك للكرياتين؟ الكرياتين ما انصح به صراحة، يعني مو كل اي احد يعني تقدرين اليوم تخلي له كرياتين. عندك الشعر المصبوغ والمسحوب هذا تخلين عليه الكرياتين راح يموت الشعر، حتى بي ما بي منظر. نعم. راح يتيبس ما بي رونق، يعني تشوفين الشعرة باهتة وضعيفة وتنكسر بساعة. فعلا مو كل شعر اليوم اي شعر اللي اقدر اخليه عليه الكرياتين. الكرياتين ماده البروتين مركز راح تخليها على الشعر. راح تغلف الشعرايه بما انه انت مغلفتها بالاصباغ ومثل ما يقول ماخذ
الشيء الرونق مال الشعر بالأصباغ وبالمواد ما تقدرين تضيفي لها الكرياتين. نتجه للمعالجات فقط، معالج بدون كرياتين. للماسكات. الماسكات، الزيوت، الخلطات البيتية تقدرين تستفادين منها. كثير من الخلطات تكون حلوة على الشعر. نعم. تكون أورجانيك، المواد مالتها طبيعية، تشوفين عليها نتائج كلش حلوة بعد. نعم. أول غسلة من اللمعة، من الترطيب اللي تقدمه للشعر. كلش حلوة. صحيح. طيب سؤال أخير. نعم. قبل أن نختم محور حلقتنا لهذا اليوم، خلينا شوية نسلط الضوء أكثر عن أصحاب الشعر الكيرلي. نعم. احنا تحدثنا عن فروة الرأس والتسريحات والمعالجات، بس أصحاب الشعر الكيرلي كيف يعتني به؟ هل العناية مالته خاصة؟ نعم خاصة. نعم. لهم شامبو خاص. نعم. الماسكات الخاصة، السيرومات الخاصة، حتى المشط خاص لي. هو أصلاً ترند هالسنة الشعر الكيرلي رجع، حتى البعض يكرهها. نعم. أو يسوي له تسريح أو سرحة، بس هو صار كل شيء ترند. كلش حلو. فقاموا عفوا على هذا أصلاً له عناية خاصة فعلاً، إلا برنامج واحد الشعر يمكن الكيرلي. حتى دلاحظ أكو هسه جاية انه يسوون الكيرلي بالصالون ويبقى مده معينه. مده معينه صح، بس هو الماده كلش مؤذيه على الشعر. بس نرجع كلش قويه. نرجع اللي هم شعرهم كيرلي اساسا، يعني هذا لهم عنايه خاصه. يعني خبيره الشعر ليلى عبود. نعم. شكرا لك شاكرين وجودك، الاسئله قدمتيها والاجوبه. حبيبي. شكرا، شرفت معرفتك. اذا مشاهدينا مستمرين وياكم لكن بعد الفاصل. شكرا لك يا استبرق، وشكرا لك يا سماره، شكرا لكم مشاهدينا. اكيد ما انسى اشكر السنتر التركي اتيحه وان الفرصه نقدم لكم الحلقه لهذا اليوم بكميه الجمال. انتظرونا بحلقات قادمه. مع الف سلامه. باي باي.